السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. عديد من التعليقات والعديد فيما يخص الرومبوان، المقترح على فوزي لقجع باش يمروا باش يدخل للجزائر، وفوزي لقجع انتصر، وفوزي لقجع بطائره خاصه مغربيه تدخل للجزائر، وين راح النيف اللي قلت عليه، وين الرومبوان. على كل حال، هذه الفئه اللي كانت تبعث لي وتكتب لي في الكومونتير بزاف 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 العديد من التعليقات، هي فئه لا غالب. على كل حال، والله يحسن خوتنا المغاربه، الله يحسن عونهم، فئه قليله من المجتمع المغربي اللي هي اللي راهي تكتب لي بزاف، وللاسف تتبع طماطيشه. هيا مازالت ناس تصدق طماطيشه، مازالت ناس تصدق فاطمه، اعلام فاطمه. عيب مغاربه، انتم انتيليجون، عندكم ما شاء الله ناس قاريين، عندكم الواعيين، عندكم شعب ما شاء الله طبقه كبيره منها مثقف، تتبعوا طماطيشه وتصدقوها. عيب، طلعوا المستوى شويه خوتنا، احترامي الكبير خوتنا المغاربه. انا كي نحكي على الفئه القليله بركه، الفئه الاخرى ما نحكيش عليها، فئه واعيه، نحكي على الفئه القليله يتبع في طماطيشه. اذا انا كي تكلمتها انه راسي بصفه شبه رسميه، ونصح القول بصفه رسميه، لقجع كان راح يدير الرومبوا، وقبل ما يدير يهضروا على الرومبوا والسفر، لقجع دار اجتماع مع شيبا مدرب المحترم للمنتخب المغربي لاقل من 17 سنه، دار اجتماع مع منتخب اقل من 17 سنه، هي وكل شيء كل شيء مضبوط، حتى من القائمه تاع المنتخب المغربي اللي راح يشارك في الجزائر موجوده، كل شيء مهيئ، كلشي مهيأ باش يسافر، هاك ما على بالك. لكن كاين بعض فقط المستجدات اللي طرقت في المده الاخيره، بعض المستجدات انه اوامر صمت شويه، زير شويه، واذا اضطر الامر بطلوا ما نروحوش. لكن في القرار نتاعو في الاول كان راح يشارك، منتخب اقل من 20 سنه ما شاركش في كاس العالم وما تاهلش كاس العالم، اذا ابقى فقط المنتخب اقل من 17 سنه، لان هذه ماهيش الشان، قلتها قبل ونزيد نعاودها، هذه ماهيش الشان، هذه كاس افريقيا لاقل من 17 سنه، هذه كاس افريقيا تخليك تشارك في كاس العالم المونديال لاقل من 17 سنه، المعطيات تختلف، قلتها في وقتها، أمور تختلف، هذه ماشي الشان. إذا هنا دعوة حامضة الدعوة، ماشي سهلة. إذا واش لازم شوية نصمتوا، نديروا سينما، نديروا كذا، منهي نصمتوا شوية، لازمنا نصمتوا شوية. إذا أكثر الحديث باللي كاينة طائرة مغربية ديركت من المغرب إلى الجزائر، ما كان لا احترام لا قرارات الدولة الجزائرية لا سيادة الدولة الجزائرية لا والو، قرار السيادية هذه ما تعرفوش بها. إذا هذه الفئة القليلة، راح نجيب لكم واحد تحبوه وتصدقوا كلامه، واش يقول على القضية تاع الطائرة المغربية اوفيسيال راح تدخل الجزائر، تحبوه متأكد تحبوه هذا الشخص. قرأت وسمعت بأن هناك موافقة جزائرية على السماح للمنتخب المغربي دخول الجزائر عبر رحلة مباشرة من الرباط إلى الجزائر، ولا لم يكن هناك أبدا رفض جزائري على دخول المنتخب المغربي أو غيره في رحلة مباشرة من الجزائر إلى من المغرب إلى الجزائر، أبدا لم يكن هناك رفض. الرفض الوحيد هو لعبور الطيران المغربي الأجواء الجزائرية بسبب قرار سيادي اتخذته الجزائر بغلق الحدود من زمان وقطع العلاقات الدبلوماسية ثم غلق الفضاء الجوي، وهذا قرار سيادي من حق الجزائر كما هو من حق المغرب وكما هو أيضا من حق أي بلد آخر مهما كانت الأسباب. قرأت وسمعت بأنه في موافقة جزائرية على دخول المنتخب المغربي، الموافقة الجزائرية موجودة من زمان، عمرها ما رفضت الجزائر دخول الوفد المغربي مباشرة من الرباط إلى الجزائر، ولكن رافضة دخول أي وفد عن طريق الطيران المغربي. لذلك تدخلت الفيفا وتدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطلب طبعا من المغرب، والذي كان طلب الاتحاد الإفريقي بالتدخل وطلب حتى الفيفا بالتدخل، فيفا والكاف
أكدوا للطرف المغربي بأنهم ليس لهم أي سلطة على الجزائر في لتغيير قرارها، لأن القرار ليس رياضي، القرار هو سياسي، ولأنه لا يمس بدفتر شروط الخاص بتنظيم الأحداث الرياضية، لأنه البلد المنظم يشترط عليه أن يضمن النقل الداخلي، أما من أين تأتي وبأي شكل تأتي فهذا أمر آخر لا علاقة له بالجزائر ولا تتدخل فيه الجزائر. فاتصالات الجامعة الملكية المغربية بالفيفا وبالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وإصرارها على المشاركة جعل الفيفا والكاف يقترحان على المغرب رحلة مباشرة ولكن عبر طيران أجنبي، وصلوا إلى درجة أن الفيفا قال لهم أنا نخصص لكم طائرة تنقلكم من الجزائر، من المغرب إلى الجزائر، ولكن هذه الطائرة لا تحمل، ليست تابعة للطيران الملكي المغربي، تحمل أي إشارة ممكن تكون تابعة للفيفا أو ممكن تؤجرها الكاف من مؤسسة أخرى أجنبية لبلد آخر. فالمغرب لحد الآن يتردد ويسر ويريد أن يدخل عبر طيران الملكية المغربي في وقت دخل من قبل قوة المسلحة الملكية المغربية وشارك الوفد المغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ودخل الوداد إلى الجزائر ولعب أمام فريق شبيبة القبائل من قبل عن طريق رحلة غير مباشرة عبر تونس إلى الجزائر. فهذا الكلام الذي يثار في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحا تماما. الجزائر اتخذت قرارها من زمان وليس هناك أي تواصل معها الآن لأن رسالتها واضحة ولم يتم التراجع عليها، وفهمت الفيفا والكاف بأن الجزائر لا يمكنها أن تتراجع عن موقفها الذي يبقى ثابتا، ولكنها ذهبت إلى حد اقتراح طائرة جزائرية لنقل الوفد المغربي، يعني تروح طائرة جزائرية من الجزائر تنقل المنتخب وتأتي به إلى الجزائر ثم تعيده إلى المغرب عبر رحلة مباشرة عادي جدا لأنه طائران جزائري. الجانب المغربي طبعا رفض هذا، وهذا من حقه طبعا أن يرفض ذلك لأنه يصر على الدخول إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. طبعا هذا هو الصح لحد الآن، ومرة أخرى مرحبا بالمنتخب المغربي في الجزائر. قال لك يا سيدي لقجع يريد المشاركة، هذه هي اللي جماعة الكبشة مكاش منها، والنيفة تقصك انت النيفك اللي تقص تقجع من نيفة وما تقصش وما فيهاش درنبا وما نعبوش نشاركه، ولقجع رسمي ما يشاركش. انا ما اقول لك لا يشارك لا ما يشاركش، لقجع قال لك يلح على المشاركة، مش يحب يشارك، يلح الحاحا الحاحا، فرق بين تقول يلح وبين حاب يشارك، راني حاب نشارك بصح يلح الحاحا الحاحا يلح الحاحا مش هنقول لك يلح الحاحا، لقجع يلح الحاحا باش يشارك، راهي فيها كاس العالم اخويا، راهي كاس العالم، المنتخب اقل من 20 سنه ما راحش، المنتخب باش تاع المحلي نقولوا الشان ما فيهاش كاس العالم، معليش يا سيدي، منتخب اقل من 20 سنه ومنتخب اقل من 17 سنه في زوج ما راحش يشاركوا كاس العالم، زوج ضربات في الراس توجع، زوج ضربات في الراس توجع، صعيبه ما يروحوش اديسات، صعيبه سما وش قدم هذا لقجع الكره المغربيه؟ ما قدم والو، حتى منتخبات هذه ما تقدرش تروح كاس العالم سما ما درت والو يا لقجع، صعيب عليه صراحه، مأزق كبير لقجع صراحه يلحوا الحاحا، حب يشارك هو يلح المشاركه. دركا نشارك وكيف هندير لهذا؟ كيف هندير له رومبوا؟ ما هيش قالت له ولدي الفيفا حتى من الاعلام المغربيه الرياضي، مش فاطمه وطماطيشه وهذيك الخرطيه، قال لك باللي الفيفا في مع كلام ولا محادثات الفيفا مع لقجع، ولقجع يفاوض الفيفا، يعني يلح المشاركه ويلقى كيف مخرج برك، وشويه كذب باللي رانا نروحوا بطياره مغربيه ونبانوا باللي رانا فور وسكتونا شويه والطرف الجزائري يسكت علينا شويه ما فيهاش الله غالبا لقجع ما فيهاش، يا تشارك ودير الرومبوا وهذا ما بكري ما كانش يدير الرومبوا وهذا طيره، ولا عندك الحل الثاني قلناها لك سابقا في الشان
يا خويا نجيب لك طائرة ألمانية إسبانية برتغالية قطرية، جيب لك الكاف طائرة، جيب لك الفيفا طائرة، أنت حر ورواح على المجال الجوي الجزائري، ما عندنا ولا إشكالية، ما عندناش مشكلة، نورمال. مرحبا بخوتنا المغاربة، مرحبا بالمنتخب المغربي، بالشبان الصغار هذوما الوليدات، مرحبا بهم في بلادهم الجزائر، ما عندنا ولا إشكالية. أي طائرة اللي تعجبك، اللي تعجبك مرحبا. الحل الثالث يا خويا ما تشاركش، تحترم السيادة الجزائرية، بالذراع عليك تحترم، هذه قرارات سيادية، لا فيفا لا كاف يقدروا يتدخلوا للجزائر، هذه قرارات سيادية. الجزائر مسؤولة عليك في حاجة واحدة، أنها توفر لك النقل الداخلي، كي تدخل الجزائر وفروا لك النقل، وسائل النقل وفروها لك في الجزائر الداخل، أي بلاصة تروح لها وفروها لك، نورمال ما كاش إشكالية. اما البرا الله يسهل عليك، تجي في رون بوان، في زوج رون بوانات، في ثلاثة، في أربعة، في كات رون بوان، هذا شغلك. تجي في طيارة ألمانية إسبانية شغلك، لكن ما تنساش باللي كاين حظر جوي، كاين الطائرات المغربية ما تمشيش على المجال الجوي الجزائري، هذه قرارات سيادية، ما تلعبها فيلسوف لا والو، هذه فيها كأس العالم، ما هيش الشان، هذه كأس العالم، والفهم يفهم. اذا خاوتي الفئه القليله القليله اللي تتبع طماطيشه، احنا قلنا لكم الطياره اللي جايه شكون كيفاه مدايره، انا قلنا لكم الطياره كيفاش راهي مدايره، وهل هي طائره مغربيه ولا لا، هذا اذا عاد يشاركه، اذا ما شاركش الله يسهل عليه، انا دبر راسه ما يحبش يشارك في اخر لحظات بدل رايه، هذا شغله، هذا شغل انا على الشيء على بالي به، باللي لقجع يلح على المشاركه الحاحا، ماذا به يشارك، راهي فيها كاس العالم، باغي يشارك عاد قول ليش باغي يشارك، بعد والو حل ولا ذراع، يا ولو كان يمشي على 10 رومبونات يشارك، لكن اذا ما شاركش ماهيش معناها انه رانا نخرطوا، ولا راهي كاينه امور اخرى تخص لقجع، تخص الدوله تاعو، انا ما ندخلوش فيها، ما ندخلش فيها، لكن يبقى القرار أخير لي هو ودولته، حب يشارك وشارك مرحبا به، ما حب يشارك هو حر، لكن تشارك بشروط، يا أخويا تحب تسافر بالرومبوا مرحبا، تحب تجيب طائرة أخرى غير مغربية مرحبتين، نجيب لك أي طائرة بغاها، اللي الطيارة اللي يبغيها ما عندهاش مشكل، ولا تحترم قرارات السيادية، وكما قلت لك تجي على رومبوا ولا ما تشاركش، ما تشاركش تحر، رغم انه باش للامانه المدرب يقوم بعمل كبير، شيبا عنده مجموعه لبس بها، مخصص المنتخب المغربي يجيب لاعبين ملاح في اوروبا لاقل من 17 اقل من 20 سنه، ينشطوا الخليه تاعهم ولا الناس اللي كشافين تاع المواهب اللي في اوروبا، ينشطوا دائما يجيبوا لاعبين اللي عندهم لاكاليتي والموهبه، ومدرب محترم، مدرب خلوق، مدرب كفاءه، هو اللاعب الدولي المغربي السابق شيبا. اذا باش نعطوا كل واحد حقه، منتخب لاباس به، اذا حب يشارك مرحبا، قلناها ونعاودوها، مرحبا بخوتنا المغاربه في بلادهم والشبان هذوما في بلادهم، اذا ما بغاش يشارك راح يحرم اطفال صغار، اطفال وشبان راح يحرمهم من حلم، فلربما المنتخب المغربي يتأهل الى كاس العالم، حلم راح يحرم به الفتيان والشبان المغاربه، يعني امر غير مقبول صراحه، بعد ما علمهم الكذب وعلمهم الافتراء وعلمهم الحقد والكراهيه والعداوه، وعلمهم ايضا عدم تقبل الهزيمه وما كانش روح رياضيه، هذا الشيء كامل علمه لهم في البطوله العربيه، حاب ايضا اذا ما شاركش حاب يزيد يغرس فيهم خصال الانهزاميه انا نسميها للفتيان والشبان اللي ما عندهم ولا ذنب صراحه، ان شاء الله يكون حل اللي يرضي شبان اللي ما عندهم ولا ذنب، وان شاء الله ان شاء الله يكون حل باش هذم الشبان يشاركوا ويحققوا الحلم نتاعهم وما يحرمهمش واحد فاسد كما لقجع للاسف. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.